السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظرا للإعلام اللي احنا شايفينه، ونظرا للكذب الكتير اللي موجود، ونظرا لتشويه الحقائق وكتر الكذب اللي موجود، قررت بعض الشباب إن احنا نعمل صفحة على الفيسبوك ونسميها الإعلام البديل. فكرتها بسيطة جدا، احنا هنجمع فيديوهات ونحطها على الصفحة ديت، والناس تحمل الفيديوهات ديت وتروح عاملة فولدر شير عندها في الشركة اللي هي شغالة فيها، وتروح حاطة الفيديوهات دي كل يوم، نحط فيديوهات جديدة قدر الإمكان، نحاول نلتزم فيها المصداقية ونلتزم فيها الصدق إن شاء الله. وبعد كده تبدأ تحطها على الفولدر، فالناس تبدأ تتفرج على الحاجات دي، فتشوف إن الإعلام بيجيب صورة كاذبة تماما وبعيدة تماما عن الحقيقة. او خش انت على اليوتيوب، حاول تختار فيديوهات سليمة ومتكونش فيها اي مشاكل خالص، ومش عايزين كلام كذب يعني، برضه من ناحيتين يعني، عايزين ناس تكبر الموضوع زيادة عن اللزوم، وناس تقول لك لا ده مفيش اي مشاكل خالص والحياة وردي. لا احنا عايزين الحقيقة، عايزين نشوف الحقيقة ونشوف الحاجات الكويسة في البلد، ونبدأ نشوف ايه الحاجة اللي فيها مشاكل ونبدأ نحلها. نحاول إن شاء الله نكون كلنا على قلب رجل واحد، نحاول نبعد عن الفيديوهات اللي بتثير الفتن، نحاول ننشر المحبة بين الناس، نحاول ننشر العلم الصحيح، نبعد عن الإثارة. يعني في فيديوهات تعمل بروباجندا، يقول لك بقى ده الأقباط في مصر مضطهدين، ده الأقباط بيقتلوا في المسلمين، المسلمين الأهلي هيقتل في الزمالك، الزمالك هيقتل في الأهلي، الجو دوت اللي هو بيعمل توتر بين الناس، بيبقى مستني كلمة تتقال ما يكونش ليها أي حاجة خالص، وتلاقي الناس كلها ولعت في بعض، تكون يعني دي حاجة بسيطة جدا ممكن تحصل بين اتنين عاديين في الشارع، ونروح مدخلين كلمة كده في النص تلاقي الباب كله ولعت. لا احنا عايزين إن شاء الله نحاول ننشر الفيديوهات الكويسة، الفيديوهات اللي تنشر الخير بالناس، اللي تعرف الناس دينها، اللي تعرف الناس بالعلماء اللي موجودين في مصر، زي الدكتور أحمد زويل، زي الدكتور مجدي يعقوب، زي هاني العازر، زي يعني كل العلماء اللي موجودين، المسلمين والمصريين والناس اللي هي ممكن تخدم بلدها، والناس اللي هي ممكن تبقى قدوة للناس، تحاول إنها توصل لها وتحاول إنها تحس إن في أمل، وتحس إن إحنا مش أقل من غيرنا، تحس إن مصر ولادة وإن الدول العربية ولادة. نحاول نشوف الفيديوهات اللي تأكد إن الدول العربية كلها إيد واحدة، الدول الإسلامية كلها إيد واحدة. الشيخ العريفي جزاه الله خير جه مصر هنا وقعد يدعي لسوريا، يعني كلنا الدول واحدة وكلنا بنحب بعض. نحاول نبعد عن الفيديوهات اللي بتحاول تشتم في بعض، تحاول تقع البيع في بعض. الدول السعودية والإمارات والقطر والأردن بيحبوا الملك بتاعهم، مش حب نفاق، هم حاسين وعارفين وهم أدرى بنفسهم بيحبوا الملك بتاعهم، فما ينفعش احنا نشتم فيه. هم عندهم حاجة اسمها إن احنا نعظم الكبير بتاع العيلة كده، فما ينفعش احنا مثلا قلة الأدب إن واحد يقعد يشتم فيه، ونحاول فيديوهات كل اللي همها انها توقع بين الدول العربية وبعض، يخلي المصري يكره السوري، والسوري يكره السعودي، والسعودي يكره المغربي، والمغربي يكره السوداني، وكل واحد يقعد نعرة قومية، لا احنا ولاد الفراعنة، احنا ولاد كذا، احنا ولاد كذا. في الاخر كلنا ولاد حواء ادم، كلنا مسلمين وكلنا عرب، والدول العربية الاوروبية ممكن تكون خايفة من نهوض دول قوية في المنطقة، فمش عايز ده يحصل. لا حاول قدر الامكان، مش مهم عندنا الاثاره والتوك شو والحاجات ديت، اهم حاجه ان ربنا يرضى عنا، يعني هي دي اللي احنا عايزينه، ان احنا نقدم ماده علميه، كل هدفنا ان ربنا سبحانه وتعالى يبقى راضي عننا، ومش مهم عدد كبير يبقى موجود، لا احنا هدفنا ان احنا نقدم حاجه كويسه للناس ان شاء الله. اتمنى ان انتم تتابعونا، لو دخلت دورت على الصفحه اسمها الاعلام الاصيل ان شاء الله هتلاقيها، او خش على الفيسبوك او خش على اليوتيوب، اختار انت الفيديوهات الكويسه وجرب الفكره دي. يعني جربناها في كذا شركه اللي فاتت، ان احنا بننزل فيديوهات ونحطها في فولدر ونقول للناس اتفرجوا، زي ما انتم اتفرجتوا امبارح على
فلان فلاني وفلانة فلانية وسمعته و و و طب اسمع الوقت تاني الحقيقة، احنا مش عايزين نرضى في مخك، انت مخك نضيف، عايزين نوريك الصورتين وانت احكم. واكيد الواحد لما يشوف الحاجة الكويسة والحاجة الوحشة هيختار. انا لما ليك بتشرب حاجة وحشة مش هقعد اديك محاضرة وغلط وحرام و و لا، انا اجيب لك حاجة حلوة ونضيفة ومحترمة واحطها قدامي وانت اختار. وانت بنفسك كده لما تلاقي الحاجة اللي معاك دي مضرة، حاجة وحشة، وانا جايبها لك كحاجة عصير وكوباية نظيفة وعصير ساقع وحاجة نظيفة، ان شاء الله تشرب الحاجة ديت. اتمنى ان شاء الله بس ان ربنا يتقبل من العمل ديت. والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوكم عمر فيه.